حياكم الله مشاهدينا الكرام إلى هذه النشرة الإخبارية من تلفزيون الفجيرة، والبداية دائما من العناوين. رئيس الدولة يستقبل منتخب الإمارات للجيجيتسو ومجلس إدارة الاتحاد. رئيس الدولة ونائباه يعزون الرئيس الصيني في وفاة رئيس الوزراء السابق. سعود بن صقر 13 عاما من القيادة الحكيمة والتنمية المستدامة. الإمارات تشهد خسوفا جزئيا للقمر غدا السبت. أرباح بنك الفجيرة الوطني تنمو 122.5% خلال 9 أشهر من العام الحالي. أهلا بكم إلى تفاصيل هذه النشرة. استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله منتخب الإمارات للجوجيتسو وأعضاء مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو والشركاء ورعاة هذه الرياضة. استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله منتخب الإمارات للجوجيتسو وأعضاء مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو والشركاء ورعاة هذه الرياضة، وهنأ سموه خلال اللقاء المنتخب والجهازين الإداري والفني بالأداء الرياضي المشرف للمنتخب والذي أسفر عن الفوز ب10 ميداليات ملونة خلال مشاركته في دورة الألعاب الآسيوية 19 الأسياد التي استضافتها مؤخرا مدينة هانجتشو في جمهورية الصين، متمنيا لهم ولزملائهم من الرياضيين دوام التوفيق والتألق في حظ مزيد من الإنجازات التي تضاف إلى رصيد دولة الإمارات في مختلف أنواع الرياضات. كما هنأ سموه مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو مشيدا بجهوده للارتقاء بهذه الرياضة من خلال توفير بيئة مثالية لصناعة أبطال ومواهب قادرين على تحقيق الإنجازات ورفع اسم الإمارات في جميع المحافل الرياضية. وثمن سموه الدعم الذي يقدمه شركاء النجاح ورعاة رياضة الجوجيتسو والذي كان له كبير الأثر في النتائج التي يحققها الرياضيون ومواصلة ازدهار هذه الرياضة. كما استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله أجاي بانجا رئيس مجموعة البنك الدولي، ورحب سموه خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ في أبوظبي برئيس مجموعة البنك الدولي، وبحث معه مختلف جوانب التعاون بين الجهات المعنية في دولة الإمارات والبنك الدولي، إضافة إلى الأوضاع الاقتصادية العالمية وتداعيات الأزمات في العالم عليها، إضافة إلى إسهامات البنك الدولي في دعم التنمية على المستويين الإقليمي والعالمي. وتطرق لقاء صاحب السمو رئيس الدولة ورئيس مجموعة البنك الدولي إلى مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 الذي تستضيفه دولة الإمارات نهاية العام الجاري، وأهمية التمويل المناخي في تعزيز المواجهة العالمية لمخاطر تغير المناخ وتحقيق الأهداف المستدامة ودور البنك الدولي في ذلك. بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله برقية تعزية إلى شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية في وفاة لي كا تشانغ رئيس الوزراء الصيني السابق. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة برقيتي تعزية مماثلتين إلى الرئيس شي جين بينغ. في 27 أكتوبر 2010 تولى صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة مقاليد الحكم في الإمارة 13 عاما من النجاحات المتواصلة. قبل 13 عاما وتحديدا في 27 أكتوبر 2010
تولى صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة حكم الإمارة، ومنذ تولي سموه حكم رأس الخيمة والإنجازات تتواصل وسط مشهد تنموي متكامل ومستدام. تولى صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر ولاية العهد برأس الخيمة في 14 من يونيو عام 2003 ليحرص حينها على إرساء دعائم بيئة الأعمال عبر تأسيس المناطق الحرة والمجمعات الصناعية وتسهيل إجراءات الحصول على التراخيص التجارية وتسجيل الشركات الخارجية. ومنذ تولي سموه مقاليد الحكم في الإمارة حرص على مواصلة مسيرة التنمية وتنويع المحفظة الاقتصادية الذي ترافق مع اهتمامه بالعمل على تعزيز مستوى الحياة في الإمارة والارتقاء بجودة الخدمات والمرافق العامة. ويحرص سموه على توفير أعلى مستويات الجودة في التعليم والرعاية الصحية. ونجح صاحب السمو حاكم رأس الخيمة في قيادة الإمارة نحو إنجازات عدة في قطاعات متنوعة حتى باتت اليوم مقصداً وقبلة للاستثمار في مختلف المجالات. شهد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة مساء أمس افتتاح بطولة كأس العالم المصغرة لكرة القدم 2023 التي تستضيفها رأس الخيمة من 26 من أكتوبر الجاري إلى 4 من نوفمبر المقبل بتنظيم من الاتحاد العالمي لكرة القدم المصغرة بالتعاون مع هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة في جزيرة المرجان برأس الخيمة. وأكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي أن استضافة رأس الخيمة لبطولة كأس العالم المصغرة لكرة القدم 2023 يأتي انطلاقا من إيمانها بأهمية الرياضة ودورها في تعزيز التقارب الثقافي وتعميق الترابط الإنساني بين الناس، والرياضة تتجاوز الحدود واللغات لتوحد الشعوب وهي الوسيلة الفاعلة للارتقاء بجودة الحياة. وأضاف سموه: نعتز باستضافة هذا الحدث العالمي الذي يؤكد على مكانة إماراتنا كوجهة للسياحة والسياحة الرياضية على المستويين الإقليمي والدولي، ويتنافس في البطولة الدولية 32 منتخبا وطنيا. قدم سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان واجب العزاء في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى خليفة عبيد المري والد معالي الفريق عبد الله المري القائد العام لشرطة دبي، وذلك خلال زيارة سموه لمجلس العزاء في دبي. وعرب سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة وذوي الفقيد، سائلا العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان. التقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية باربارا ليف مساعدة وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى. وبحث سموه وباربارا ليف خلال اللقاء الذي عقد في أبوظبي الأوضاع الراهنة في منطقة الشرق الأوسط وجهود المجتمع المدني لحماية كافة المدنيين من تداعيات الأزمة، كما ناقش السبل الكفيلة بتوفير المساعدات الإغاثية والطبية للمدنيين على نحو مستدام. وتطرقت مباحثات الجانبين إلى المساعي الإقليمية والدولية المبذولة لإنهاء التطرف والعنف المتصاعد والتوتر في المنطقة. كما استقبل سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية حاجة لحبيب وزيرة الشؤون الخارجية والأوروبية والتجارة الخارجية والمؤسسات الثقافية الاتحادية في مملكة بلجيكا. جرى خلال اللقاء الذي عقد في أبوظبي بحث تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وسبل إنهاء التطرف والتوتر والعنف المتصاعد وحماية أرواح المدنيين كافة. أعلنت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان أسباب تصويت الإمارات العربية المتحدة في اجتماع مجلس الأمن بشأن الحالة في الشرق الأوسط وما يخص القضية الفلسطينية. وقال البيان: جاء تصويت دولة الإمارات وفق أسس موضوعية لمشروعي القرارين المقدمين لهذا المجلس وكيفية استجابتهما الملموسة للوضع المتردي في قطاع غزة. وأضافت الخارجية: نحن نعلم جيدا ما هي الاحتياجات الإنسانية الأكثر إلحاحا، لقد كانت الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية شديدة الوضوح في مسائل الوقف الفوري لإطلاق النار لدواع إنسانية وإطلاق سراح الرهائن والوصول الآمن والدائم وعلى نطاق واسع للمساعدة الإنسانية وإيصال الوقود للمستشفيات ولمحطات تحلية المياه وتوفير المياه
إضافة إلى التقيد بالقانون الدولي الإنساني. وأكدت الخارجية: لقد استمعنا لعشرات البيانات التي طالبت هذا المجلس بإيلاء حياة الفلسطينيين القيمة ذاتها التي يوليها لحياة الإسرائيليين، فليس لحياة المدنيين رتب، ولا يمكننا السماح بأي لبس في هذه المسألة. وأضافت الخارجية: لابد لما تقدم أن يشكل أولوية أي قرار يتخذه هذا المجلس، وعلاوة على ذلك لا يمكننا السكوت عن قضية التهجير القسري وأوامر الإخلاء، ويجب ألا يكتسي وضع غزة كأرض محتلة أي غموض. وختم بيان وزارة الخارجية: تهددنا مخاطر شديدة ولا يمكن التخلي عن المدنيين في غزة، لذلك يتوجب على مجلس الأمن تكثيف جهوده تماما، كما سمعنا وبوضوح من عدد كبير من وزراء الخارجية بالأمس، ودولة الإمارات ماضية في القيام بذلك. بناء على توجيهات مجلس الوزراء، كان العمل عن بعد لجميع موظفي الحكومة الاتحادية اليوم نظرا للحالة الجوية التي تمر بها الدولة، وقد استثنيت من ذلك الوظائف التي تتطلب التواجد في مقر العمل، كما كانت الدراسة في جميع المدارس الحكومية عن بعد. فيما تواصل هطول أمطار الخير والرحمة على مناطق متفرقة من الدولة الليلة الماضية وخلال اليوم. ها هي بشائر الخير والرحمة تشرق من جديد على مناطق مختلفة من الدولة في حالة جوية هي الفريدة من نوعها. صاحبتها أمطار تراوحت بين المتوسطة والغزيرة، مع سقوط حبات البرد بداية من أبوظبي بمدينة زايد وشارع الشيخ خليفة بن زايد باتجاه النوف في منطقة الظفرة وطريق غياثي وليوة، وصولا بها إلى دبي والفجيرة وأم القيوين ورأس الخيمة. واستمرت حالة عدم الاستقرار الجوي مصحوبة برياح نشطة وقوية مؤثرة على أغلب مناطق الدولة. وحسب ما ذكر المركز الوطني للأرصاد، سيكون الطقس غائما جزئيا إلى غائم أحيانا على بعض المناطق، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقا وجنوبا، وقد تمتد على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع سقوط أمطار ورياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحيانا، تصاحبها تشكل السحب الكثيرة للغبار امتدادا من الجنوب إلى الشرق وصولا بها إلى الشمال بسرعة تتراوح ما بين 15 إلى 30 كيلومترا في الساعة. وللحديث أكثر عن الحالة الجوية السائدة في الدولة، معنا عبر الهاتف من المركز الوطني للأرصاد وأيضا على الهواء مباشر المتنبئة الجوية مهرة الرميثي. أهلا بك معنا. السلام عليكم. أهلا بكم. يعني بالبداية، في ظل الظروف التي تمر بها دولة الإمارات من المنخفض الجوي، إلى متى ستستمر حالة عدم الاستقرار الجوي المصحوبة بالأمطار؟ بالنسبة لحالة عدم الاستقرار تنتهي اليوم بشكل عام، الطقس يكون مستقر الأيام المقبلة مع احتمال تكون السحب الركامية خاصة على المناطق الجبلية الشرقية بعد الظهر. بالنسبة للأمطار يكون أقل من الأيام السابقة. طيب أستاذة مارا، يعني لو نتحدث عن كمية الأمطار التي هطلت والمناطق التي يعني تركزت فيها. بالنسبة لكمية الأمطار، كانت أكثر شيء على منطقة الشوامخ بضبي 48.6 مليمتر. نعم. طيب يعني هل هذا المنخفض هو كان من آثار الإعصار تيج الذي يعني انطلق من بحر العرب؟ نعم، بوجود المنخفض السطحي والمنخفض في طبقات الجو العليا والتعمقة سبب لنا حالة عدم استقرار في الأيام السابقة. طب طبعا لو نتحدث، طب ما هي رسالتكم للجمهور؟ بالنسبة إذا كان في أي حالة جوية، نرجو أخذ الحيطة والحذر وتجنب أماكن جريان الأودية والانزلاقات وتجمع المياه من أجل سلامتكم. تمام، شكرا جزيلا لك، كنت معنا عبر الهاتف من المركز الوطني للأرصاد المتنبئة الجوية مهرة أرميثي. من جهة أخرى، أكد مركز الفلك الدولي أن المنطقة العربية والعالم سيشهد خسوفا جزئيا للقمر ليلة غد السبت، ويمكن مشاهدة الخسوف بشكل كامل من المنطقة العربية، كما وأنه يشاهد من جميع قارة آسيا وإفريقيا وأوروبا وأجزاء من غرب أستراليا ومن أقصى شرق الأمريكيتين، وسيشاهد من بعض مناطق دولة الإمارات بنسبة 12%، حيث ستقام ببعض مساجد الدولة صلاة الخسوف، ويبدأ الخسوف الجزئي في تمام الساعة 11:35 من مساء يوم السبت في توقيت الإمارات، وعندها يكون الخسوف مرئيا بشكل واضح.
شكل التقدم التقني للأقمار الاصطناعية الإماراتية دوراً مهماً في تحقيق المستهدفات التي من شأنها تعزيز جهود الدولة لإيجاد حلول للتحديات المرتبطة بالتغير المناخي واستدامة البيئة والمساهمة في التطوير العمراني. حققت الإمارات خلال السنوات الماضية إنجازات مهمة في مجال تصنيع الأقمار الاصطناعية متعددة الأغراض، وساعد ذلك على تعزيز القدرات التقنية المتطورة التي استطاعت من خلالها هذه الأقمار التقاط صور بدرجة وضوح كبيرة. يستطيع القمر الاصطناعي خليفة سات التقاط صور عالية الجودة قادرة على منافسة أكثر الأقمار الاصطناعية تقدما على مستوى العالم، فيما يتميز القمر الصناعي أمبيزيت سات التقاط الصور بدقة تصل للضعفين مقارنة بالأقمار المثيلة، والتي تتيح مشاهدة التفاصيل ضمن مساحة أقل من متر مربع واحد، وهي إحدى أكثر الميزات تطورا في الفضاء. ويأتي إطلاق البرامج الوطنية للأقمار الاصطناعية الرادارية سرب الذي أعلنت عنه وكالة الإمارات للفضاء لتطوير سرب من الأقمار الرادارية ليوفر تصويرا على مدار الساعة وفي جميع الأحوال الجوية، حيث يعد المشروع الأول الذي يستخدم تكنولوجيا تصوير حديثة ليلا ونهارا وفي كل الظروف الجوية وبدقة متر واحد. مميزات تنافسية تسهم في تلبية الطلب التجاري المتزايد على صور الأقمار الاصطناعية الإماراتية، وتدعم خبرات المهندسين الإماراتيين الذين شاركوا في تصنيع هذه الأقمار وصولا لتصنيعها بالكامل في الدولة، ما يعتبر بداية لتدشين أجيال وطنية متخصصة في الفضاء وخطوة نوعية مهمة تعزز من مكانة الإمارات في مجال إطلاق وتطوير الأقمار الاصطناعية ذات التعقيد التكنولوجي المتقدم. أطلقت وزارة الطاقة والبنية التحتية مبادرة لإعادة تأهيل المزارع في الإمارات بهدف خفض استهلاك الطاقة والمياه بالشراكة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص. مبادرة جديدة تطلقها وزارة الطاقة والبنية التحتية لمساعدة وإرشاد المزارعين إلى الطرائق المثلى لخفض استهلاك الطاقة والمياه عبر تأهيل المزارع وجميع المعدات المستهلكة للطاقة والمياه عن طريق رفع كفاءاتها أو استبدالها، وصولا إلى الاعتماد على الطاقة الشمسية لتغذية جزء كبير من الأحمال، ثم تحقيق خفض في استهلاك المياه بنسبة 35% وخفض في استهلاك الطاقة بنسبة 25%. وتتطلع وزارة الطاقة والبنية التحتية إلى التعاون مع المزارعين المهتمين بإعادة تأهيل المزارع الخاصة بهم، انطلاقا من أن قطاع الزراعة يستهلك نحو 61% من مجمل استهلاك الماء في الدولة، كما يقدر أن 94% من استهلاك قطاع الزراعة الماء مصدره المياه الجوفية، مما أدى إلى استهلاك المياه الجوفية بشكل غير مستدام، مما يؤثر في جودة المياه وتوافرها. تهدف استراتيجية إدارة الطلب على الطاقة 2030 إلى تخفيض الطلب على الكهرباء والمياه بنسبة 30% بحلول 2030، وهو ما ينعكس على استراتيجية الإمارات للطاقة واستراتيجية الأمن المائي 2036، وأن تسهم في خفض الطلب على الطاقة في قطاع المباني بنسبة 51% حتى 2050، والمياه بنسبة 23% خلال الخمس سنوات القادمة، وخفض التكاليف التشغيلية في المباني الاتحادية بنسبة 20% إلى جانب مساهماتها بنسبة 5% في الطاقة النظيفة ودورها في تعزيز استدامة المباني بنسبة تتراوح بين 5 إلى 10%، ورفع مستوى الوعي في مجال الترشيد وتغيير نمط السلوك. انطلقت أمس فعالية النسخة المحلية من مؤتمر الأمم المتحدة للشباب لتغير المناخ، وذلك بهدف جذب الشباب للمشاركة تجاربهم وحلولهم بشأن تغير المناخ. تحت شعار وضع الشباب في قلب العمل المناخي، انطلقت فعاليات النسخة المحلية من مؤتمر الأمم المتحدة للشباب لتغير المناخ كوي 2023 في دبي بتنظيم من المركز الدولي للزراعة الملحية إكبا وبالتعاون مع جامعة زايد. يهدف المؤتمر الذي يمتد ليومين إلى جذب الشباب من جميع أنحاء الدولة لمشاركة تجاربهم وأفكارهم وحلولهم بشأن تغير المناخ، كما
كما سيمثل منصة للشباب للتواصل ومناقشة القضايا المتعلقة بالمناخ والمساعدة في تعزيز مهاراتهم القيادية والابتكارية. المحاور والورشات الموجودة خلال هذا المؤتمر من الشباب للشباب، ونتكلم فيها عن التكنولوجيا ودورها وأهميتها في إيجاد حلول لتحديات المناخ، وكذلك الحد من هدر الغذاء، إيجاد استراتيجيات لتحديات الموارد الطبيعية وكيف ممكن يكون استغلالها بوجه أفضل على أساس أنه يكون عندنا بيئة صحيحة للزراعة والإنتاج الزراعي كذلك. 200 شخص من الفئات الشبابية سيحضرون جلسات تفاعلية ومناقشات بين شباب والخبراء من مختلف القطاعات عن العمل المناخي وحماية البيئة والأمن الغذائي والتغذية. كما سيتضمن البرنامج أنشطة عملية مثل زراعة شجرة الغافة، إضافة إلى المسابقات وورش عمل حول التنوع الحيوي والرسومات الإبداعية المناخية، وذلك بحضور مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في دولة الإمارات العربية المتحدة أحد منظمي المؤتمر. نحن اليوم تواجدنا كأمم المتحدة، كنا شركاء مع المنظمين، وأيضا أعطيت ورشة عمل تحدثنا فيها عن أهداف التنمية المستدامة وعمل الأمم المتحدة بما يخص المؤتمر المناخ وأهمية إشراك الشباب بهذه الفرص. هذا وتتمثل الأهداف الشاملة للمؤتمر في تعزيز مشاركة الشباب وقيادتهم وتطوير حلول قابلة للتنفيذ وإلهام الابتكارات التي يقودها الشباب لمعالجة تغير المناخ. تتابعونا بعد الفاصل في هذه النشرة. جامعة الفجيرة تشارك في النسخة 19 من معرض التعليم الدولي. أهلا بكم من جديد. أعلن بنك الفجيرة الوطني المدرج في سوق أبوظبي للأوراق المالية عن نتائجه المالية لتسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مسجلا نموا على مستوى أو على أساس سنوي بنسبة 122.5% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022. أعلن بنك الفجيرة الوطني المدرج في سوق أبوظبي للأوراق المالية عن نتائجه المالية للتسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مسجلا أرباحا صافية بنحو 513.2 مليون درهم، بنمو على أساس سنوي بنسبة 122.5% مقارنة بمبلغ 230.7 مليون درهم في الفترة نفسها من عام 2022. وقال البنك في بيان إنه حقق صافي الربح فقد بلغ 181 مليون درهم في الربع الثالث من عام 2023 بارتفاع بلغ 125.8% مقارنة بالربع نفسه من عام 2022، بما يعكس المستوى العالي من المرونة التي يتمتع بها البنك في أعماله الرئيسية والتحسن في مخصصات انخفاض القيمة وبيئة معدلات الفائدة المرتفعة. وحقق بنك الفجيرة الوطني بدعم من ارتفاع صافي إيرادات الفوائد وصافي الإيرادات من أنشطة التمويل والاستثمار الإسلامية وإيرادات الرسوم أرباحا تشغيلية بلغت 1.2 مليار درهم لفترة تسعة أشهر بنمو قدره 26.6% مقارنة بنحو بلغ 932.5 ملايين درهم وفي الفترة نفسها من عام 2022، وبارتفاع قدره 22.3% لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 من سبتمبر 2023 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022، وبلغت الإيرادات التشغيلية 1.7 مليار درهم لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 من سبتمبر 2023. شاركت جامعة الفجيرة في معرض التعليم الدولي بنسختها 19 الذي يقيم في مركز إكسبو الشارقة خلال الفترة من 18 حتى 21 من أكتوبر،
ويهدف المعرض إلى تعريف الطلبة الجدد على كيفية اختيار التخصصات الجامعية والتخطيط الوظيفي الناجح. وتهدف الجامعة من خلال مشاركتها في المعرض إلى تعريف طلبة الثانوية العام المقبلين على التخرج على التخصصات التي تقدمها الجامعة، إلى جانب تقديم المشورات والرد على استفسارات الطلبة. تماشياً مع عامل الاستدامة في دولة الإمارات، أطلق مجمع توازن الصناعي مبادرة غرس 300 شجرة غاف في مجمع توازن الصناعي. غرس 300 شجرة من الغاف بأياد إماراتية وغير إماراتية، ويضعونها في القوارير البلاستيكية ضمن مبادرة أطلقها مجمع توازن الصناعي بأبوظبي. هدفهم الأول هو زيادة الرقعة الزراعية وعناصر التجميل الطبيعي، والعمل على زراعة ملايين الأشجار المثمرة والمزهرة وذات الخضرة المستديمة في مختلف المناطق الواقعة ضمن نطاقها الجغرافي، لا سيما شجرة الغاف التي تعد من الأشجار الوطنية الأصيلة في الإمارات. وبالتزامن مع ذلك، نظمت بلدية مدينة أبوظبي ورشة عمل تثقيفية للموظفين حول الأهمية الثقافية والبيئية لشجر الغاف، بالإضافة إلى عدد من المواضيع المتنوعة شملت التعريف بأشجار الغاف وفوائدها وكيفية زراعتها والعناية بها على نحو سليم. وتأتي مبادرة غرس شجرة الغاف بتنظيم من لجنة المسؤولية المجتمعية في مجلس التوازن، بهدف ترسيخ مفهوم الاستدامة وتعزيز الوعي بحماية البيئة والمحافظة على الموارد الطبيعية والالتزام الراسخ بالحفاظ على بيئة دولة الإمارات ورفع مستوى الوعي المجتمعي وتحفيز أفراد المجتمع على تبني الممارسات التي من شأنها أن تحقق أهداف التنمية المستدامة والمحافظة على البيئة والموارد للأجيال القادمة. نظمت هيئة الثقافة والفنون في دبي للثقافة بالشراكة مع مؤسسة مكتبة محمد بن راشد المكتوم فعاليات النسخة الثانية من ملتقى النشر الرقمي. يهدف ملتقى النشر الرقمي إلى تسليط الضوء على أحدث توجهات قطاع النشر الإلكترونية وأبرز التحديات التي تواجهه، حيث تسعى الهيئة من خلال الملتقى إلى تحفيز الناشرين والخبراء والمختصين في هذا المجال على تقديم حلول مبتكرة تساهم في دعم وتوسيع آفاق صناعة النشر الإلكتروني في الدولة. ملتقى النشر الرقمي هو نسخة الثانية هذا العام. الملتقى هذا يتناول عدة جلسات تخصصية، جلسات متنوعة في محتواها، تتناول بعض الجلسات عن الأمن الإلكتروني حول هذا النشر المتخصص في الرقمنة، هناك كذلك جلسات أو جلسة بالأصح معنية بمستقبل النشر الرقمي في الإمارات. هدفنا نحن حقيقة في ملتقى النشر الرقمي أو أحد الأهداف هذه النقطة، كيف نسلط الضوء على الضوابط اللي تضبط آلية النشر الرقمي، كيف نسلط الضوء على الفجوات إن كان فجوات الاختراق، فجوات التنصل، فجوات الاستعارة الغير مشروعة إلى آخره. يسلط هذا الملتقى على هذه التحديات وهذه الفجوات ليضع حلولاً وليضع توصيات وليضع أوراق عمل تناقش هذه الاحتمالات كلها بإذن الله. وشهد الملتقى مجموعة من الجلسات النقاشية وورش العمل التفاعلية بمشاركة نخبة من الأدباء والكتاب والخبراء والمعنيين بصناعة النشر في الإمارات. يذكر أن الملتقى أفرد ضمن فعالياته مساحة خاصة لمنصات رفوف ونون وزودياك ميديا لإتاحة المجال أمام الكتاب والجمهور للتعرف على آليات نشر وإدراج إصداراتهم ضمن تطبيقات الكتب الصوتية والرقمية وطرق عرضها والترويج لها. قضاء أبوظبي تناقش تنفيذ تعديلات قانوني العمل والخدمة المساعدة، وأخبار أخرى من الإمارات في هذا التقرير. وقعت مؤسسة القمة العالمية للحكومات شراكة رائدة مع اتصالات لتنضم المجموعة الإماراتية إلى نخبة من الشركاء الرائدين للقمة في مختلف المجالات الاقتصادية
وقع اتفاقية الشراكة مع علي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، نائب رئيس مؤسسة القمة العالمية للحكومات، ومسعود شريف محمود الرئيس التنفيذي لاتصالات بحضور حاتم دويدار الرئيس التنفيذي لاتصالات. وتعكس الشراكة الالتزام المشترك بتطوير التكنولوجيا الناشئة وتوظيفها في ابتكار وتقديم أفضل الخدمات للمتعاملين وتطوير الحلول الكفيلة بمواجهة تحديات العصر الرقمي، بما ينعكس إيجاباً على المجتمعات حول العالم. نظمت دائرة القضاء أبوظبي حلقة نقاشية حول آليات تنفيذ التعديلات الواردة في قانون العمل وقانون الخدمة المساعدة بهدف توحيد الاتجاهات القضائية بما يتواءم مع المستجدات التشريعية التي تدخل حيز التنفيذ مطلع العام المقبل عام 2024. ويأتي تنظيم الحلقة النقاشية في إطار جهود الدائرة لترسيخ المبادئ القضائية الداعمة لتحقيق العدالة الناجزة، تنفيذاً لرؤية سمو الشيخ منصور بن زايد النهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بإرساء منظومة قضائية رائدة تواكب جميع التطورات والمتغيرات تماشياً مع التوجهات الحكومية الرامية إلى تعزيز التنافسية والريادة عالمياً. ينطلق سوق دبي الدولي للمحتوى الإعلامي في 22 من نوفمبر المقبل، ويستمر يومين في مركز مؤتمرات مدينة جميرة بمشاركة أكثر من 80 جهة عارضة من 16 دولة مختلفة، ويلتقي الموزعون وصناع المحتوى الإعلامي والتلفزيوني ومقدمو الخدمات الإعلامية والشركات الناشئة مع الزوار والمهتمين بشراء أحدث إصدارات المحتوى الإعلامي. وقال منظمو الحدث إن صناعة المحتوى الرقمي العالمي تشهد ازدهاراً كبيراً، إذ تقدر قيمتها السوقية بنحو 162.9 مليار دولار العام الماضي، ومن المتوقع أن يصل إلى 282.3 مليار دولار بحلول العام 2032. مصدر تدشن محطة كرادا لطاقة شمسية الكهروضوئية في أذربيجان بطاقة إنتاجية تبلغ 230 ميجاوات، وأخبار اقتصادية أخرى في هذا التقرير. بحضور فخامة إلهام علييف رئيس جمهورية أذربيجان ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مؤتمر الأطراف COP28، رئيس مجلس إدارة مصدر، تم تدشين محطة كراداغ للطاقة الشمسية التي طورتها شركة أبوظبي لطاقة المستقبل مصدر الرائدة عالميا في مجال الطاقة النظيفة في أذربيجان بقدرة 230 ميجاوات، والتي تعتبر أكبر محطة من نوعها قيد التشغيل على مستوى المنطقة وأول مشروع طاقة شمسية مستقل قائما على الاستثمار الأجنبي في أذربيجان. أعلنت شركتا APM Terminals ومجموعة موانئ دبي العالمية DP World عن مبادرة استراتيجية لتسريع إزالة الكربون من المحطات العالمية عبر كهربة معدات مناولة الحاويات على نحو واسع. وترتكز المبادرة على أبحاث تشير إلى إمكانية الوصول إلى نقطة التحول بالنسبة لمعدات مناولة الحاويات التي تعمل بالبطاريات الكهربائية في فترة تتراوح ما بين السنتين إلى 8 سنوات قادمة من خلال الإجراءات الصحيحة من أصحاب الشأن في القطاع. ارتفعت أرباح بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 92% لتصل إلى 17.5 مليارات درهم في 9 أشهر الأولى من العام الحالي، نتيجة النمو الكبير في القروض واستقرار قاعدة التمويل منخفضة التكلفة وزيادة حجم المعاملات وعمليات التحصيل الكبيرة. وقد تخطت أرباح الربع الثالث من العام 2023 مبلغ 5 مليارات درهم للربع الثالث على التوالي، ما يعكس ازدهار الاقتصاد الإقليمي. تتابعون بعد الفاصل في الصفحة الإقليمية والدولية. إسرائيل تستهدف خان يونس ومخيم جباليا وتعزيزات أمريكية في المنطقة. روسيا تتهم أوكرانيا بشن هجوم بمسيرات على محطة للطاقة النووية في منطقة كريسك
الروسية الحدودية. أهلا بكم في الصفحة الإقليمية والدولية. يدخل الصراع بين إسرائيل والمسلحين الفلسطينيين يومه 21 في وقت يشهد فيه قطاع غزة المزيد من الغارات الإسرائيلية التي تستهدف المدنيين وسط تعزيزات عسكرية أمريكية جديدة. في اليوم 21 من التصعيد بين إسرائيل والمسلحين الفلسطينيين أوقعت غارات إسرائيلية عشرات الضحايا والمصابين في خان يونس ومخيم جباليا ودمرت المزيد من المنازل والمساجد في القطاع المحاصر. وبينما تحدث الجيش الإسرائيلي عن توغل جديد لقواته في غزة لساعات عدة، أكدت مصادر فلسطينية حدوث توغل محدود جدا. وفي الضفة الغربية سقط 3 فلسطينيين خلال توغل القوات الإسرائيلية في جنين ومخيمها. وبينما أعلنت الولايات المتحدة أنها أرسلت 900 جندي إضافي للمنطقة، أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أنهم يعملون جنبا إلى جنب مع شركائهم في الشرق الأوسط لضمان إطلاق سراح الرهائن ومن ضمنهم المواطنون الأمريكيون، في حين قال الناطق العسكري الإسرائيلي أنه تم إبلاغ ذوي 310 جنود بمقتلهم منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر الجاري. في سياق متصل نقلت وكالة رويترز للأنباء أن صاروخاً أصاب منشأة طبية في مدينة طابة على البحر الأحمر بالقرب من الحدود الإسرائيلية في وقت مبكر من الجمعة، مما أدى إلى إصابة 6 أشخاص، ليعلن بعد ذلك المتحدث العسكري باسم الجيش المصري عن سقوط طائرة مسيرة مجهولة الهوية بجوار أحد المباني بجانب مستشفى طابة. من جانبه قال الجيش الإسرائيلي أنه على علم بوقوع حادث أمني بالقرب من الحدود على البحر الأحمر مع مصر، وذلك عقب تقارير عن انفجار في مدينة طابة. وفي السياق تشهد أسعار النفط ارتفاعا مع ازدياد المخاوف من اتساع نطاق الصراع بين إسرائيل والمسلحين الفلسطينيين، الأمر الذي قد يؤثر على الإمدادات في منطقة الشرق الأوسط مع توقعات بأن تقفز الأسعار بنسبة 20%. ارتفعت أسعار النفط بأكثر من دولار مع ورود تقارير عن أن الجيش الأمريكي قصف أهدافا في سوريا، مما أثار مجددا المخاوف من اتساع نطاق الصراع بين إسرائيل والمسلحين الفلسطينيين بما قد يؤثر على الإمدادات من منطقة الشرق الأوسط. وكانت وزارة الدفاع الأمريكية قالت بأن الجيش نفذ ضربات ضد منشأتين في شرقي سوريا ردا على سلسلة من الهجمات ضد القوات الأمريكية في كل من العراق وسوريا. وعلى الرغم من أن الضربات لم تؤثر بشكل مباشر على الإمدادات، فقد زادت المخاوف من أن الصراع في قطاع غزة قد ينتشر ويعطل الإمدادات من منتج النفط الخام الرئيسي إيران. وفي مذكرة لجولدمان ساكس أبقى البنك على توقعاته لسعر النفط عند 95 دولارا للبرميل خلال الربع الأول من عام 2024. وأوضح محللو البنك أن الأسعار قد ترتفع بنسبة 20% عن المستوى المتوقع في حال حدث إضراب في الإمدادات المارة عبر مضيق هرمز، وهو سيناريو ضعيف الاحتمال. من جانبه قال محلل استراتيجيات السوق لدى ساكسو كابيتال شارو تشانان أن هناك مخاوف من ضعف الطلب على النفط، وأن هذه المخاوف سوف ترتفع مع بدء نفاد مدخرات الأسر الأمريكية. ويتجه الخامان النفطيان رغم ذلك صوب تسجيل أول انخفاض أسبوعي في 3 أسابيع، إذ تراجعت العلاوة المرتبطة بالمخاوف الجيوسياسية قليلا عندما لم تتأثر إمدادات النفط من خارج نطاق منطقة الصراع المباشر. روسيا تتهم أوكرانيا بشن هجوم بمسيرات على محطة للطاقة النووية في منطقة كوريسك الروسية الحدودية. اتهمت روسيا أوكرانيا بشن هجوم بمسيرات على محطة للطاقة النووية في منطقة كورسك الروسية الحدودية من دون التسبب في أضرار أو زيادة في النشاط الإشعاعي. وزارة الدفاع الروسية تحدثت أيضا عن هجوم حصل ليلا من دون أن تحدد أنه استهدف محطة للطاقة النووية، فيما أشارت الشركة المشغلة إلى أن الإشعاع حول المحطة كان عند مستوياته الطبيعية وأن مولدات الكهرباء لا تزال تعمل، مؤكدة أن الهجوم لم يتسبب في وقوع إصابات أو أضرار.
من الجانب الأوكراني أصيب 8 عناصر إطفاء في قصف روسي صباح الجمعة على مدينة إيزيوم وفق ما أعلن وزير الداخلية إيغور كليمونكو. من جهته تحدث حاكم منطقة ميكولايف عن هجوم ليلا بمسيرات إيرانية الصنع لم يسفر عن وقوع أي خسائر بشرية، بينما أفادت الرئاسة الأوكرانية عن مقتل طفل أيضا في قصف ليلي في منطقة سومي. بعد نزاع طويل في نيجيريا، المحكمة تقر بفوز الرئيس النيجيري بولا أحمد تونبو في الانتخابات. أكد حكم محكمة نيجيرية فوز الرئيس النيجيري بولا أحمد تينوبو في الانتخابات، منهيا محاكمة انتخابية مطولة ومتنازع عليها بشدة وضعت أكبر ديمقراطية في أفريقيا على عتبة أزمة دستورية. وأعلنت اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة في البلاد فوز تينوبو في الانتخابات التي جرت في فبراير شباط الماضي، على الرغم من قول المراقبين الدوليين أن العملية شابتها مخالفات. طعن مرشحو المعارضة بقيادة أتيكو أبو بكر من حزب الشعب الديمقراطي الذي كان في المركز الثاني في الانتخابات في النتائج على أساس سوء التصرف الانتخابي وعدم الأهلية. وفي سبتمبر أيلول رفضت محكمة الالتماسات المتعلقة بالانتخابات الرئاسية قضية المعارضة، مما دفع فريق أبو بكر إلى تقديم استئناف على الفور إلى المحكمة العليا في نيجيريا، وهو الملاذ الأخير في القضايا الانتخابية. وفي حكم يوم الخميس أغلق قضاة المحكمة العليا هذا الاستئناف وأيدوا قرار المحكمة الابتدائية، وقال رئيس المحكمة أنهم لا يمكنهم القبول بأدلة جديدة حصل عليها فريق أبو بكر بإصرار في إفادة تمت متابعتها على نطاق واسع لمسؤول بجامعة ولاية شيكاغو أمام محكمة أمريكية في وقت سابق من هذا الشهر. وقال محللون أن الأدلة تلقي بظلال من الشك على مؤهلات تينوبو التعليمية، وقد سعى محامو أبو بكر إلى استخدامها كدليل على أن الرئيس قدم شهادة مزورة للجنة الانتخابات الوطنية المستقلة وهي جريمة بموجب القانون النيجيري إذ ثبت ذلك، لكن الخبراء قالوا أن هذه البطاقة تم سحبها بعد فوات الأوان. إكس تتيح خدمة الاتصال بالصوت والصورة، وأخبار أخرى من عالم التكنولوجيا في هذا التقرير. بدأت منصة إكس إتاحة إمكانية إجراء المكالمات الصوتية والمرئية للمستخدمين، حيث تلقى الكثير من مستخدمي المنصة إشعارا بتوفر الميزة الجديدة عند فتح التطبيق في نظامي أندرويد وآي أو إس، ويمكن تفعيل هذه الميزة من خلال الإعدادات. وتتيح إكس للمستخدم إمكانية التحكم بالحسابات التي يمكن التواصل معه عبر المكالمات، فمثلا يمكن أن يحدد فقط الأشخاص الذين يتابعهم أو أصحاب الحسابات الموثقة. وتأتي هذه الإضافة ضمن خطة الملياردير إيلون ماسك لجعل إكس تطبيق كل شيء بعدما استحوذ على المنصة قبل نحو عام. بدأت شركة جوجل بمطالبة تطبيقات أندرويد تضمين طريقة جديدة للإبلاغ عن المحتوى المسيء الناتج عن الذكاء الاصطناعي واتباع قواعد الإشراف الجديدة حول نوع المحتوى. وهذه الطريقة هي عبارة عن زر للإبلاغ عن المواد المسيئة، حيث تشترط الشركة وجوده كشرط للبقاء في متجر جوجل بلاي. ووفقا للشركة فإنه يجب أن يكون المستخدم قادر على إعداد التقارير أو تقييم بشكل سهل دون الحاجة إلى الخروج من التطبيق، سيما أن الذكاء الاصطناعي التوليدي هو فئة تطبيقات سريعة التطور بحاجة دائمة للمواكبة. ظهرت عشرات النقوش الصخرية بعد انحسار مياه الأمازون، وأخبار منوعة في هذا التقرير. أدى الجفاف الشديد في أجزاء من منطقة الأمازون إلى انخفاض كبير في منسوب مياه الأنهار، ما أدى إلى الكشف عن عشرات التكوينات الصخرية المغمورة عادة مع منحوتات لأشكال بشرية قد يعود تاريخها إلى حوالي 2000 عام، وأغلب النقوش هي لوجوه بشرية، بعضها مستطيل والبعض الآخر بيضاوي، عليها ابتسامات أو تعابير متجهمة. وفي العادة لا تكون المنحوتات الصخرية مرئية لأنها مغمورة بمياه نهر نيجرو الذي سجل تدفقه أدنى مستوى له منذ 120 عاما الأسبوع الماضي. وأسعد ظهور النقوش على ضفة النهر العلماء وعامة الناس على حد سواء، ولكنه أثار أيضا أسئلة مقلقة.
على مدى السنوات الثلاث الماضية يقوم كيتور الحصان بجمع مخلفات الطعام في أحياء بلدة ستان كجزء من مبادرة تعليمية لزيادة الوعي بضرورة فرز النفايات الحيوية، والتي ستكون إلزامية في فرنسا اعتبارا من يناير كانون الثاني المقبل. والحصان كيتور يجمع النفايات عبر نقاط تطوعية تتمثل في مدرستين ومطعم ومخبز ودار حضانة، وبعدها تنقل النفايات إلى موقع التسميد، وبعد ذلك يتم القيام بعملية إعادة تدوير مخلفات الطعام لصنع سماد تتم إعادة توزيعه على سكان الحي والحدائق المشتركة والمساحات الخضراء في المدينة. قتل ما لا يقل عن 20 شخصا وأصيب أكثر من 100 في بنغلاديش في حادث اصطدام بين قطارين على ما ذكرت السلطات المحلية، وأظهر تسجيل مصور بثته القناة 24 الخاصة مئات الأشخاص متجمهرين في مكان الحادث، ويبحث العديد منهم على أقارب ومنهم يبكون. وغالبا ما تشهد بنغلاديش حوادث قطار بسبب خطأ في التوجيهات والإهمال ووضع السكك الحديدية والمنشآت المتداعية. نهاية النشرة، إلى اللقاء.